عليكم السلام ورحمة الله. طيب إلى المهذب. نعم. ما إحنا الآن في المهذب، وكما قلت أخذنا الحجب، وهنا سيأتي الكلام على العول. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا اجتمع أصحاب الفروض وتضايقت سهام المال عن انصبائه أعيلت الفريضة. أعيلت الفريضة يعني زيد في حسابها، أي زيد في حسابها ليدخل النقص على كل واحد منهم بقدر حقه. يعني الحكمة من العول هنا هو أصل المسألة، طبعا تعلم أنه أصلا الفروض ستزيد عن أصل المسألة، ما يكونش في واحد صحيح، ستزيد عن أصل المسألة، فلابد مع هذه الزيادة يتغير أصل المسألة حتى يدخل النقص في جميع الفروض عدلا. وإذا ثبت هذا فأصول حساب الفرائض سبعة: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة وعشرون. أربعة من هذه الأصول لا تعول قط، التي لا تعول قط ولا يدخلها العول قط: الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هذه لا عول فيها بحال من الأحوال. يعني كلما وجدت المسألة من اثنين أو من أربعة أو من ثلاثة أو من ثمانية، اعلم أنه لا عول في هذه المسألة، وهذا يريحك جدا في هذا الباب. المسألة لا يمكن أن تعول إن كان أصل المسألة اثنان أو ثلاثة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية، لا يمكن أن تعول المسألة. طبعا احنا نبين يعني ايه العول، لأن عندنا المسائل ثلاثة، يعني المسائل ثلاثة: عادلة وعائلة، وأيضا ما كان فيها من النقص التي فيها الرد، والرد ده طبعا في خلاف بين العلماء في هذا الباب. المسألة العادلة لا تستوي، استوت المسألة العادلة هي التي استوت. طب نكمل بس كلام المصنف وبعدين نضرب الأمثلة على العول وننظر كيف تكون. يبقى إذن أصول أربعة لا عول فيها بحال من الأحوال: إذا كان أصل المسألة اثنين ثلاثة أربعة، اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، هذه لا عول فيها بحال من الأحوال. وثلاثة من الأصول تعول، الثلاثة التي تعول هي الستة والاثنى عشر والأربعة وعشرون. ستة بتعول، ممكن تعول لسبعة لثمانية، الستة تعول، وأيضا الاثنى عشر تعول، والأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين. أما أصل الستة فإنه يعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشر. يبقى الستة بتعود إلى سبعة ثمانية تسعة عشر. نعم، سنضرب الأمثلة على ذلك. طيب أنا كنا نقول المسألة أن مسائل العول عشان نعرفها، أولا أقسام الأصول: المسألة العادلة، المسائل ثلاثة: مسألة عادلة، والمسألة العادلة هي أن الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقصان. إذا قلنا مات عن، لو قلنا مات عن زوج أخت شقيقة، نسمها واحد المسألة الإيه؟ العادلة، الاستواء. الزوج له النصف، لما النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت شقيقة لها النصف، ممتاز. إذن أصل المسألة من كام؟ أصل المسألة تكون هاو، شوف توافق تساوي، أصل المسألة من اثنين. إذا كان أصل المسألة من اثنين يبقى الزوج هيساوي واحد، سهل، والأخت شقيقة هتساوي واحد، يبقى المجموع كله كام؟ اثنين واثنين. الآن هذه هي المسألة العادلة. يبقى إذا هذه المسألة العادلة. الثانية عشان فقط هو إظهار بس للمسائل، الثانية مسألة إيه؟ المسألة الناقصة. المسألة الناقصة هي المسألة هيكون فيها الرد، والمسألة الناقصة مثال ذلك: مات عن أم وأخت، أختين شقيقتين، مات عن أم أختين شقيقتين، مات عن، طب الأم لها إيش؟ ها؟ السدس ولا السدس؟ السدس، صحيح؟ الأختين شقيقتين كم؟ اثنين على ثلاثة. أصل المسألة يكون كام؟ يبقى أصل المسألة من ستة. ترجع تطني إياها
اجعله صوت. اقسم مسألة من ستة، يبقى اذا الام كام؟ سدس في ستة يديني واحد. اقسم مسألة من ستة، اذا اختين شقيقتين اربعة، يبقى بقت كام؟ خمسة. اقاله الان ياتي رد مسألة رد، ودي المسألة دي فيها الرد. هذه هي المسألة الايه؟ المسألة الناقصة الثالثة، وهي المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها، هي مسألة المسألة العائلة. المسألة العائلة هذا بقى الذي نحن بصدد الكلام عليه. قلنا أن المصنف قال بأن العبد لا يدخل في ثلاثة من الأصول، يدخل في أصل السبع، في أصل الستة، والاثنى عشر والأربعة وعشرين. المسألة العائلة هي أن الفروض زائدة على أصل المسألة. ما معناها؟ الفروض زيادة على أصل المسألة، هذه معنى المسألة التي تعود المسألة العائلة. ولو ضربنا مثلا لذلك، هذه بس تكتب بس ما في، بس شو اكتب بالترتيب انا هقولها بس عشان نعمل المسألة. زوج، لا خليها جوه شوية بس، زوج أم أخت شقيقة أخت لأب، بس ماذا تفعل؟ امسح يا أستاذ، سهل كده سهل. زوج أم فاهم ولا تحت بعض، زوج أم أخت شقيقة أخت الأب، بس خلاص. ممتاز، بس هو شوف زوج، أو عندنا زوج، الزوج يكون له إيش؟ النصف. لماذا؟ لأن وجود الفرع الوارث، الأم لها السدس. لماذا السدس؟ في إيه؟ إخوة، إخوة الأخوات، الأم السدس، الأخت الشقيقة ماذا؟ الأخت الشقيقة لها النصف. طب الأخت الأب ما لها؟ لها السدس، تكملت الثلثين، لأنها كالبنت وبنت الابن. مفهوم ولا لا؟ طب يبقى رأس المسألة أو هنا أو رأس المسألة سيكون من كم؟ عندنا اثنين وستة، يبقى في تداخل، صحيح؟ يبقى رأس المسألة من ستة. الزوج النص في ستة، صح؟ تساوي ثلاثة. الأم هيكون لها سهم واحد، الأخت الشقيقة هيكون لها نص، كم؟ ثلاثة، صح؟ الأخت الأب واحد، المجموع كله كم؟ ليش ثمانية؟ دي هتعود ثمانية، صح؟ تعود لي ثمانية، يبقى قلنا المسألة عادت إلى كم؟ إلى ثمانية أهو، لأن المجموع الأسهم الثلاثة للزوج، سهم للأم، سهم للأخت الأب، وعلى ثلاث أسهم للأخت الشقيقة، المسألة هنا ستعود، ستعود إلى كم؟ إلى ثمانية، يبقى الستة دي، هنقول للستة دي، معلش إحنا آسفين جدا، لأن هنا الفروض طلعت زيادة على أصل المسألة، ولا بد أن يدخل النقص في إيش؟ في الجميع، عشان نفرع، عشان نوزع التركة، لابد يدخل النقص في الجميع، والستة تبقى كام؟ ثمانية. ستة تكون ثمانية، هذا هو العود، هذا هو العود. يبقى إذا هي عالت، وعالت إلى كام؟ عالت إلى ثمانية. لما عالت، عالت إلى ثمانية. لما تأتي أنت الآن تقسمها، فاهم؟ هتقسمها، اجمع هنا. هيبقى بدل ما تكون الاسهم دي عشان تكون حلها، كيف هيكون حلها الان؟ هيكون حلها هنا، ده كام؟ ثلاثة، وهذا واحد، ثلاثة، واحد، صح كده؟ كل ده على كام؟ على ثمانية، يبقى ثلاثة على ثمانية، صح؟ عشان ترى وسط الواحد صحيح ام لا، وهنا
الواحد على كم؟ 8 على 8 زائد الثلاثة هون على كم؟ 8 على 8 الواحد على 8. طب شوف كم ستكون؟ 3. طبعا هنا خلاص ده البسط والمقام صح؟ فين البسط فين المقام؟ البسط هو اسمه بسط اللي فوق والمقام اللي هو تحت. طب المقام واحد ولا متغير ولا ايش تفعلون؟ خدت توحيد المقامات يا باشمهندس؟ يبقى هذا الثمانية هون تحت ممتاز. 3 1 4 4 3 7 7 1 8 طلعت كام؟ طلعت 1 صحيح وهذا الذي نريده. طلعت 1 صحيح وهذا الذي نريده في هذا الباب. يا رب يكون فاهم. المسألة سهلة إن شاء الله. ممكن نضرب هذه المسألة أيضا في هذا الباب. وقلنا من ذلك هو ايش؟ هو ادخال النقص على الجميع، ادخال النقص على الجميع. اذا العول اطلق امانه ارتفاع، وقال على الميزان اذا ارتفع، والعول في الفرائض ان تزيد سهام المساله عن اصلها، سهام المساله تزيد عن اصلها زياده تستلزم بالضروره نقصا في مقادير الانصباط، يعني لابد يدخل النقص في جميع الانصباط. نعم. طبعا لا يمكن ان نتصور بان في مسائل العول ان فيها اعاصب. ليش؟ العاصب ياخدش فرض وخلاص، ياخد كل كالباقي، انتهى الموضوع. نعم. والعول اول من حكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم. وكما قال المصنف القسم الذي لا يعول من الاصول الذي لا يعول بحال من الاحوال اللي هو 2 3 4 8. القسم الذي يعول هو 6 12 24. لا لا نقول كل أصل له سود صحيح يعول، كل أصل له سود صحيح يعول. والأصل الستة بتعول إلى 7 و8 و9 و10. أصل الستة بتعول إلى 7 و8 و10. نضرب أمثلة على ذلك. طيب هناخد بس فقط أصل الستة والأمثلة عليه، وبعد ذلك نأخذ الأمثلة الأخرى. احنا قلنا الستة بتعول إلى كم؟ الأصل ستة، الستة بتعول يعني هنا الأصل، أصل ستة، أصول اللي هي بتعول كم؟ الستة والاثناشر والأربعة وعشرين. هذه الأصول التي تعول، الأصول التي تعول. الستة هنا الستة هذا يعول إلى يعول إلى كم؟ سبعة. يعول إلى 7 8 9 10 بيعول إلى ذلك. الستة بيعول إلى 7 8 9 10. هذين مات عن زوج وأخت شقيقة وأخت الأب. أو لو ضربنا المثل هنا الآن مات عن زوج أخت شقيقة أخت لأب. وهذه الأولى مات عن زوج وأخت شقيقة وأخت الأب، ورث الزوج له النصف. لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة هنا أخت شقيقة، شوف الأخوات هو الآن في هذا الباب يزيدنا منزلة إيش؟ ها أنا أريد إجابة من كنا ومنكم الأخوات يزيدنا منزلة البنات. يبقى الأخت لها كم؟ النصف صحيح؟ والأخت الأب لها السدس، والسدس تكملت الثلثين. يبقى لو جينا نحل المسألة ممتاز، أصل المسألة 2 2 6، يبقى هذا اسمه إيش؟ تداخل. يبقى أصل المسألة من 6 صحيح؟ أصل المسألة من 6، يبقى الزوج له إيه؟ هنا الزوج هيبقى 6 في النصف، 3 أسهم ممتاز. أخت شقيقة هيكون النص في 6 أيضا، لها 3 ممتاز. أخت لأب هيكون لها السدس في 6 تساوي 1 ممتاز. وزعنا الأنصباط، لكن هنا عندي 3 و3 و1 عطت كام؟ 7 7. يبقى أنا عندي أصل المسألة 6، أو شوف زادت أهو الآن، ما زاد
لان سواء زادت عن التركه، التركه ست اصل المساله سته، فزادت الى سبعه، فهنا عالت الى سبعه. يبقى هنا هذه المساله تعول الى كام؟ الى سبعه. يعني معنى ذلك هيكون ايه يا شطار؟ هيكون الاسهم دي كلها البسط هذا على مقام اللي هو الايه؟ الجديد اللي هو سبعه، يبقى الثلاثه هتكون على سبعه. زائد الثلاثه على سبعه. كل ده عشان اوصل بيه للواحد الايه؟ الصحيح. واحد على سبعه اهو يا شطار، المقام كله واحد اهو، سبعه يبقى سبعه يا شطار. ثلاثه وثلاثه سته، سته وواحد سبعه، كان انا في مدرسه ابتدائيه. هتساوي واحد صحيح. عالت ولا ما عالت الان؟ عالت السته عالت الى ايش؟ الى سبعه، عالت الى سبعه. طيب وتعود ايضا الى ثمانيه. وتعود الى ثمانيه. تعود الى ثمانيه وتعود وتعود الى ثمانيه. مات عن زوج. ماتت او مات بقى. ماتت عن زوج واخت شقيقه، او ماتت عن زوج واختان شقيقتان. زوج اختان شقيقتان. او زوج اخت لاب اخت لام. ماتت عن زوج، زوج واختان شقيقتان. نعم. اكتب هذا، امسح هذا واكتب. تحت انا بديكم تحت. مات عن زوج، تحته اخت شقيقه، تحته اخت الاب، اخ لام. اخ لام ممتاز. بس ممتاز. مات عن زوج، اخت شقيقه، اخت الاب، اخ لام. مات عن زوج، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الايه؟ الوارث. الاخت الشقيقه لها كام؟ تعرف توارث يا عبد الرحمن؟ اخت شقيقه، اخت الاب، اخ الام. نص سدس. سدس. ممتاز. الاخت الشقيقه انت تحمد الله على نفعتك. الاخت الشقيقه لها ايش؟ لها النصف. صحيح؟ على وجود الفرع الوارث. النصف. والاخت الاب لها السدس تكمله ايش؟ ثلثين. الاخوات لو قلنا الاخوات تزيد من زيت البنات تكمله الثلثين، والاخ الام له كم؟ سدس اذا انفرد، لكن اذا اجتمع الثلث مشترك فيه السدس. بمين حل؟ اهو تعالى عندنا 2 2 6 6 خلاص 6 6 هذا الاصل 2 2 نفس الامر، يبقى 2 و6 كم؟ 2 و6 تداخل. تداخل صح ولا في وفق؟ مش دعوه بالمسميات. خلاص خلي بقى. يلا ارقت سته. اذا ادي السته والان تداخل. السته يبقى الزوج هيكون له نصف سته بكام؟ ثلاث اسهم صحيح؟ اخت شقيقه هيكون لها ثلاث اسهم صحيح؟ اخت لاب هيكون لها واحد. اخ لام هيكون له ايش؟ واحد. تعال نجمع الاسهم. ثلاثة وثلاثة ستة، ستة واحد سبعة، سبعة واحد كام؟ ثمانية. يبقى اذا هذه ثمانية اصل المسألة كام؟ هي الزيادة او فيها اصل المسألة ستة. يبقى المسألة دي هتعول الى كام؟ ستعول الى ثمانية. تعول الى ثمانية، انت لك ان ترى ثلاثة على ثمانية زائد ثلاثة على ثمانية زائد واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية. المقام شطار ثمانية. يبقى ثلاثة على ستة، ستة واحد سبعة، سبعة واحد ثمانية، ثمانية صارت واحدا صحيحا. اهي. فإذا عالت على الستة، عالت إلى ايش؟ إلى ثمانية. الستة عالت إلى ثمانية. أول من حكم بذلك كما قلنا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الجزئية دي ممكن نكتب فيها مسألة. ماشي.
بتعود الى 9 ستعود الى 9 هيبقى ماتت عن زوج نعم تحته واختين شقيقتين وام واخ الام خلاص طيب ننظر فيها الى ما ستعول من هذا المساله جزاك الله خير الزوج ياكل له النصف لعدم وجود الفرع الوارث اختين شقيقتين هيكون لهن ايش؟ ها؟ الثلثان الام لوجود الاخوات هيكون عندها السدس الاخ الام هيكون السدس اثنين ثلاثه سته سته الثلاثه متدخله مع السته واثنين متدخله مع السته يبقى اذا اصل المساله هيكون ايه عشان نحل؟ نقول اصل المساله سته الزوج نص ستة ثلاثة أسهم لأخت الشقيقة أخت الشقيقة هتكون اثنين على ثلاثة في ستة أربعة صح أربعة أسهم الأم هيبقى السدس في ستة سهم الأخ الأم السدس في ستة تعال نشوف هنا ما الذي فيها يا سلام ثلاثة أربعة واحد واحد اجمع كم يكون تسعة يبقى إذن المسألة هنا عالت إلى كم إلى تسعة المسألة عالت إلى تسعة يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي تعال اكتبها نقول إن ستة سيعود إلى كم سبعة ثمانية تسعة عشرة صحيح يبقى لنا المثال الأخير بأنه عال إلى عشرة ونقف عندها في هذا الباب مثال زوج نعم زوج مات ما ما مات عن زوج أو ماتت عن زوج أخت شقيقة أخت الأب أخوال الأم أم هذا هو الأصل الأول وهو الستة كيف عالت ستة واثناشر أربعة وعشرين والتي تعود شوف هنا الزوج لننتهي الزوج له النصف أيضا عن الفرع الوارث الأخت الشقيقة لها إيش النصف أيضا الأخت الأب لها السدس تكملت الثلثين إن شاء الله أخوين الأم احنا قلنا اخوان الام المساله قلنا فيها اخوان الام الاخ الام ها ماشي اخوان الام هيبقوا ايش شركاء في ايش اخوان الام هيبقوا شركاء في الثلث الثلث الام لها السدس يبقى اصل المساله عشان ننتهي بقى بسرعه اصل المساله من كم؟ من ست صحيح؟ هيبقى الزوج له اسهم ثلاث اسهم الاخت الشقيقه هيكون ايضا لها ثلاثه اسهم الاخت الاب السدس السته يبقى لها سهم واحد معي انتم الاخوان الام ثلث في ستة يبقى فيها كم؟ سهمان صحيح؟ الأم سدس في ستة تساوي واحد اجمع الجميع ثلاثة وثلاثة ستة ستة واحد سبعة سبعة اثنين تسعة تسعة واحد عشرة إذا كان عشرة عالت المسألة يبقى المسألة هنا إيه؟ عالت من إيه؟ عالت المسألة من ستة إلى كام؟ إلى عشرة. يبقى إذا ثلاثة
العشرة، ثلاثة العشرة، واحد العشرة زائد اثنين العشرة زائد واحد العشرة، يبقى المقام كله عشرة. ثلاثة وثلاثة ستة، ستة وواحد سبعة، سبعة واثنين تسعة، تسعة واحد عشرة، أهو صارت واحدا صحيحا. إذا انتهينا من المسائل في العون، الكلام على الستة عالت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، الستة عالت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. نقف عند هذه، والأمثلة الثانية تأتي. ها؟ الأمثلة الثانية تأتي إن شاء الله على الأصول الثانية، الأصول الثانية تأتي إن شاء الله الكلام عليها في الاثنى عشر والأربع وعشرين أيضا تعول، سنبين تعول وكيف تعول وهو على ماذا تعول. لو في أي سؤال تفضلوا.